الكريم، إن شاء الله اليوم هنبدأ بالمحاضرة الثالثة من مسار حلقة بحث. وإحنا الفترة السابقة أو المحاضرة السابقة تكلمنا عن أجزاء الساينتفك بيبر، وحكينا إنه الأجزاء هذه تقريبا أصبح تعارف عالمي، اللي هو اللي بيبدأ من الأبستراكت ثم الانترودكشن ثم الماتيريالز والميثودز، وبعد ذلك اللي هي الريزلتس، وبعدين الدسكشنز، وأحيانا بيكون في ريكومنديشنز أو كونكلوجنز، وطبعا في الآخر بيكون اللي هو الريفرنسز اللي تم الاستعانة فيهم لدعم المعلومات اللي هو وضعها في البحث تبعه أو في الدسك، سواء كان في الدسكشن أو في الليتريتشر ريفيو أو في الانترودكشن. اليوم احنا بدنا نتكلم نكمل، احنا توقفنا عند الدسكشن. طبعا في بعد الدسكشن بيكتبوا اكنولجمنت، والاكنولجمنت هذه بتكون فقرة مخصصة للناس اللي قدموا شيء للبيبرز اللي تم نشرها، وسواء كان هذا بدعم علمي، بدعم فكري، بدعم مادي، بدعم مساعدة في المعمل، بتهيئة ظروف معينة. أي إنسان يعني قدم مساعدة جيدة ومساعدة أدت إلى نجاح هذا البحث العلمي بيتم وضع اسمه في فقرة الأكنولجمنت من باب اللي هو الاعتراف بالجميل ورد الجميل إلى أصحابهم. وهذول الناس طبعا زي ما حكينا هم بيكونوا يعني قدموا شيء لإنجاح الساينتفك بيبر اللي هو بتكلم عنه أو بتكلم عنه الأوثرز. آخر فقرة في أو آخر جزئية في الساينتفك بيبرز بتكون اللي هي الريفرنسز أو إحنا مسميها المراجع، اللي هي بتكون توثيق للمعلومات اللي ذكرت في الساينتفك بيبرز اللي تم نشرها، وهذه المعلومات يجب أن تكون موثقة حتى نعرف يعني من أين جاء الأوثرز بهذه المعلومات وأين من أين مصادرها، وبالتالي هذا من باب المصداقية العلمية اللي يجب أن يتمتع فيها الأوثرز، وإن هم يوثقوا كل معلومة علمية أو نظرية علمية أو حقيقة علمية أو إحصائية علمية يجب أن يتم توثيقها حتى يتيقن الناس إنه هي فعلاً لها مصدر ويستطيع أن يتعاملوا معها بشكل يعني علمي ومريح. الآن إحنا بدنا ننتقل إلى جزئية أخرى، وهي How should we read scientific paper؟ How should we read scientific paper؟ كيف إحنا بدنا نقرأ scientific paper؟ الآن إحنا يعني في المدة في المحاضرات السابقة ذكرنا إنه الساينتفك بيبر أجزاؤه وإيش يعني مفاصله المهمة. طيب الآن نيجي لشغلة مهمة جدا، أنا كيف بدي أقرأ ساينتفك بيبر؟ يعني أنا كطالب خريج بكالوريوس تحليل طبية أو لسه طالب في مرحلة الدراسة، أنا كيف بدي أدرس الساينتفك بيبر؟ دراسة الساينتفك بيبر مختلفة عن دراسة الملازم والتكست بوكس اللي احنا متعودين نقراها، لها معايير مختلفة وطريقة للدراسة مختلفة، لانه هي محتواها العلمي منظم بطريقة مختلفة عن التكست بوكس. السؤال عن كيف بده يتم دراسة او قراءة الساينتفك بيبر، الانسر not necessarily in order. يعني ايش نتصر لي ان اوردر؟ يعني هو بيقول لك انه هو مش بالضروره بيتم قراءه الساينتفك بيبر بالترتيب اللي احنا ذكرناه، ابتداء مثلا من الابستراكت ثم الانترودكشن ثم الميثودولوجي. لا، هو مش بالضروره يتم قراءه الساينتفك بيبرز بالترتيب اللي احنا بنعرفه. طبعا هنذكر ليش الان. Reading scientific articles is a complex task. يعني قراءة الأبحاث العلمية هي عملية معقدة. The worst way to approach this task is to read it like a reading textbook. أسوأ طريقة لقراءة الـ scientific paper إنك تقرأها بنفس طريقة قراءتك للtextbook.
قراءة التكست بوك بتكون reading from title to literature cited digesting every word along the way without any reflection or criticism. Rather you should begin by skimming the article to identify its structure and features. وبقول انه الأسوأ طريقة لقراءة scientific papers انه انت تقراها بالضبط زي ما بتقرأ التكست بوك. كيف الناس بتقرأ التكست بوك؟ الطالب بيدرس التكست بوك بيبدأ من الشابتر بداية الشابتر ويبدأ يقرأ كل كلمة بتمعن وكل باراجراف وكل جملة وبيبدأ وكأنه هو يهضم كل جملة وكل باراجراف هو بيقرأها ثم ينتقل إلى الفقرة اللي بعدها حتى ينتهي من دراسة الشابتر ثم ينتقل بعد ذلك إلى الشابتر الثاني أو الثالث وهكذا. الآن هذا قراءة التكست بوك بتكون مفيدة في قراءة الطريقة هذه في قراءة التكست بوك بتكون مفيدة. ليش؟ لأنه التكست بوك بيبدأ يفصل المعلومة بالتفصيل المتدرج السهل السلس الذي يتماشى مع إمكانية الطالب، وبالتالي عملية الترتيب في قراءة التكست بوك هي عملية مهمة جدا. والتكست بوك هو بيأخذ الطالب من المعلومات البسيطة ثم الأكثر تعقيدا إلى أن يصل إلى المراد من الطالب أنه يكون يعرفه. طيب الآن البيبرز الساينتفك بيبرز، لا الساينتفك بيبرز مش هي غير معدة كالتكست بوك أنه هو يفهم الطالب معلومات علمية وبيزكس أنه يجب على الطالب معرفتها. لا، الساينتفك بيبرز هي مختصة في بوينت معين في الريسيرش تم دراستها وتم عمل عليها بحث، وبيفترض أن الطالب عارف وفاهم الباكجراوند لهذه البيبر. وبالتالي القراءة الصحيحة للساينتفك بيبرز أنه في البداية بتعمل سكيمينج لأرتيكل تو ايدنتيفاي اتس ستراكشر اند فيتشرز. أنت في البداية بتطلع اطلاع شامل عام، نظرة أولية على الساينتفك بيبر، بتشوف إيش خواصه، بتشوف إيش الميزات اللي فيه، بتطلع على الجداول تبعته، بتلقي نظرة عامة عليه عن إيش هو بتحدث بالضبط، إيش الأهم النقاط تبعته. هذا بسموه skimming the article to identify its structure and features، والتركيبة الداتا والميثودولوجي والخواص تبعته. هنا في الصورة بيقول لي what to read while skimming، يعني أنا لما أنا بدي أعمل skimming، يعني skimming معناته إن أنا بدي أقرأ قراءة يعني مش مفصلة، قراءة يعني عابرة على السريع، بعدين أنا بأدرس بالتفصيل، بس في البداية لازم أخذ فكرة عامة، في البداية لازم أعرف هو البيبر عن إيش بتكلم، البيبر عن إيش اهتم. هذا بسموه skimming، نظرة أولية. وبعدين إذا أنا لقيت إنه البيبر يستحق مني أنا الاهتمام وبحسب الموضوع اللي أنا مهتم فيه ببدأ أدرس بالتفصيل اللي إحنا حنيجيله. طيب هو بيقول لي طيب what to read while skimming، طيب أنا بدي أخذ نظرة عامة، بدي أطلع أشوف هو البيبر عن إيش بتكلم، هو البيبر في إيش مهتم، هل هذا البيبر هو من صلب اهتماماتي أنا ولا لا. هذا السكيمينج هو اللي بيجاوب على الكلام هذا. طب أنا على إيش بدي أطلع خلال عملية السكيمينج؟ قالك اطلع على الكيوردز بداية، الكيوردز اللي بتكون اللي هي أسفل الأبستراكت. الكيوردز إذا كانت هي بتناسب الموضوع اللي أنت بتبحث عنه ومهتم فيه أو بتناسبهش، نظرة السكيمينج على الكيورد هذه كويسة مهمة. البولد ووردز اللي هي المهمة والمفصلية في البحث. الهيدينجز اور تايتلز، العناوين اللي موجوده في البيبرز، والخطوط العريضه ورؤوس المواضيع الهامه في الساينتفك بيبرز. فيرست اند لاست سنتنسز او باراجراف، دائما الفيرست سنتنس واللاست سنتنس في او باراجراف اللي موجوده في المقدمه، خصوصا في المقدمه او في الدسكشن، هدول بيكونوا السنتنسز او الباراجرافز مهمات جدا. وبالتالي احنا في عندنا اربع مناطق او اربع مفاصل انت في عمليه السكيمينج تستطيع انك تطلع عليهم، بتاخذ فكره عامه وفكره شامله عن الموضوع اللي هو الكي ووردز
والبولد ووردز الووردز اللي هي الكلمات المهمة والكلمات اللي هي مفصلية في البيبر، العناوين والخطوط العريضة في داخل البيبر، وأول جمل وآخر جمل من الانترودكشن أو آخر جمل من الديسكشن. هذه عملية السكيمينج اللي احنا بنقول عليها، هذه الكفيلة بأنها تعطيك فكرة هل البيبر اللي أنت اللي بتقرأه أمامك هذا هو من صلب اهتمامك ولا لا، هل هو يستحق أن يكون يعني بيبر أنا أقضي معه وقت وأبذل جهد في قراءته أم لا. وبالتالي هذا البداية. يبقى الأول هام في عملية قراءة الساينتفك بيبر أنه أنت مش بالضرورة تقرأها بشكل مرتب، لا، أنت اقرأها بطريقة سكيمينج، قراءة مبدئية، اطلاع اطلاعي أولي، وبعدين أنت إذا قرأت أنه هذا البيبر ينتمي إلى النقطة اللي أنت بتبحث عنها تبدأ تقرأها بالتفصيل اللي احنا حنحكيه كيف يعني بدنا نقرأ بالتفصيل. وتذكر انه لا يمكن من البدايه ان انا امسك البيضه واقراها زي ما اقرا التكست بوك، هذه طريقه سيئه جدا ومضيعه للوقت وبتبذل من خلالها جهد كتير ومش حتطلع بفائده كتير، لانه ممكن انك انت يعني تقرا بيبرز كامله وتكتشف في الاخر انه مش هذه البيبر اللي انت تبحث عنها او المعلومات اللي فيها مش انترستنج بالنسبه لك، وبالتالي انت كده بتكون يعني بذلت وقت وجهد من غير فائده. بيقول لي as you read خلال عمليه قراءتك للساينتفك بيبر look for author's main points، اتطلع ركز الان احضر ركز معانا لانه هذه المحاضره يعني هي بتلخص الجميع ما سبق ما قلناه في المحاضرات السابقه، وضروري جدا انه تاخذوا بعين الاعتبار الاشياء اللي احنا نذكرها في هذه المحاضره عشان تطبقوا في قراءه البيبرز اللي احنا حنكلفكم بقراءته. اللي خلال عمليه قراءتك للساينتفك بيبر بيقول لي look for author's main points، look for author's main point، وانت بتقرا اطلع يعني هذا الكلام طبعا احنا بنقول بعد ما احنا عملنا سكيمينج وبعد ما قررنا انه احنا بدنا نقرا البيبر، هناك ارشادات يعني يجب انه احنا نذكرها خلال عمليه القراءه. اول حاجه look for author's main points، ايش النقاط الرئيسيه اللي بيحاول الاوثرز يعني يركز عليها ومهتم فيها. اثنين generate a question before, during and after reading، يعني خلال عمليه قراءتك للساينتفك بيبرز لازم يكون في عندك أسئلة ما قبل القراءة وأسئلة خلال القراءة وأسئلة ما بعد القراءة. هذه الأسئلة إذا أنت يعني استطعتك أنت تجاوب عليها خلال بعد قراءتك للساينتفك بيبرز بكون أنت يعني قرأتها وهضمتها بشكل ممتاز وبشكل جيد. يبقى أول إشي إذا ركز في خلال عمليه قراءتك للساينتفك بيبرز ركز على النقاط المهمة، ايش هم النقاط المهمة اللي بدي يركز عليهم الاوثرز. اثنين يجب ان يكون لديك اسئلة قبل وخلال وبعد قراءة scientific paper. draw inferences based on your own experiences and knowledge، يعني هنا بدك تضع انت استدلالاتك واستنتاجاتك الخاصة فيك وهي مبنية على الخبرات السابقة والمعارف السابقة تبعتك. انت لما بتقرأ scientific paper وبتخرج باستدلالات معينة هذا معناته انه انت الاستدلالات هذه طبعا بالتاكيد هي انبنت على معارف وخبرات سابقه، فيجب ان يكون عندك استدلالات معينه لهذا البيبر والا ما الفائده من قراءته. and to really improve understanding and recall take notes as you read، هي هنا نصيحه انه يجب على القارئ انه خلال قراءته للساينتفك بيبر انه ياخذ يسجل نوتس بايده في دفتر كده، والنوتس هذه بتكون طبيعتها الاشياء اللي هو شايفها مهمه والاشياء اللي شايفها انه هي بتساعده في استكمال معارفه ومهاراته، وبالتالي هنا يعني بيستكمل عمليه فهمه للساينتفك بيبر. يبقى انا في عندي اربع محاور لازم اخذ بالي منها خلال عمليه القراءه، ان انا اركز على المين بوينتس للاوثرز، ان انا يكون لدي اسئله ما قبل وبعد وخلال عمليه القراءه. ما قبل القراءه بكون انا عندي اسئله ليش انا بقرا الساينتفك بيبر او عايش انا بدور وبالتالي انا ببحث على اسئله معينه.
خلال عملية القراءة ممكن تنشأ أسئلة، أنت بتنشأ هذه الأسئلة منشأها من خلال عن قراءتك للبيبر، يعني هو منشأ الأسئلة هو قراءتك للبيبر نفسها. بعد قراءة البيبر ممكن تنشأ لديك أسئلة أخرى جديدة تكون ناتجة عن قراءتك للبيبر، استكمالية لفهم البيبر اللي أنت ذكرته. والاستدلالات يجب أن يتم ذكرها ومعرفتها المبنية على معارفك، الاستدلالات اللي أنت حصدتها من خلال بعد قراءتك للبيبر. وأخذك للنوتس مهم جدا لشعورك بالفهم، وأنه أنت تشعر أنه أنت يعني فعلا النوتس اللي أنت أخذتها هذه كانت مهمة جدا، وبالتالي هي مبنية على فهمك اللي ما قرأته أنت في الساينتفك بيبرز. هذه خلال عملية القراءة كنصائح. الآن إحنا بدنا نمشي بالترتيب في قراءة الساينتفك بيبر. بيقول لي نمرة واحد skim the article and identify its structure. زي ما حكينا في البداية مش بضرورة ممنوع تقرأ الساينتفك بيبر قراءة التكست بوك، انت لازم تقرأها في البداية بيكون عملية skimming. احنا ذكرنا ايش اللي هي عملية skimming، بنذكركم انه في خلال عملية skimming هنا نركز على النقاط الاربعة اللي احنا ذكرناهم هنا. يبقى احنا بدنا نقول انه كيف ان انا بدي اعمل skim the article and identify its structure. بيقول لي most journal use conventional IMRD. IMRD structure يعني الغالبية العظمى من الـ scientific journals بتتبع نظام الـ IMRD structure لإنشاء الـ scientific paper. والـ IMRD هي اختصار لـ introduction, methodology, result and discussion، اللي هو الترتيب بالنظام اللي احنا شرحناه في المحاضرات السابقة. الابستراكت بانه يلحق به انتروداكشن، ثم يلحق فيه الميثودز، ثم يلحق به الريزلت، ثم ديسكشن. هذا هو نظام الاي ام ار دي. طيب each of these sections normally contain easily recognized conventional features. طبعا كل جزئيه من هذه الجزئيات له خاصيه معينه وله تخصص معين في اعطاء معلومات محدده. And if you read with an anticipation of these features you will read an article more quickly and comprehend more. هتفهم اكثر اذا انت فهمت واستوعبت خصائص كل واحده من هذول الاقسام من السنتريك بيبر، هتكون انت فاهم وهيساعدك في ان انت يعني تقرا البيبر مور كويكلي وبفهم اكثر. هذا بالنسبه للسكيم من خلال الاربع محاور احنا ذكرناها قبل شرحتين. بيقول لي most scientists read the abstract first. الان في عمليه السكيمينج الغالبية الناس الباحثين والعلماء اللي هم مهتمين بالأمور الساينتفك بيبر أول ما بركزوا على الأبستراكت، وإحنا حكينا الكلام هذا وقلنا إنه الأبستراكت مهم جدا في عملية قراءة الساينتفك بيبر لأنه هو اللي بيديني الملخص والزبدة للساينتفك بيبر. ممكن يكون عندي ساينتفك بيبر مثلا 10 صفحات 12 صفحة 15 صفحة، فهو بحط لك الأبستراكت اللي هو في حجم نص صفحه. في هذا الابستراكت بيكون هو بدي لك جمله او جملتين باك جراوند، وبعدين بيقول لك ايش الميثودولوجي اللي هو تبعها طبعا بالمختصر، والنتائج اللي حصل عليها، وايش اللي شايفه هو بعد هذه النتائج، ايش الريكومنديشنز وايش الدسكشن اللي هو اللي بيشوفه من خلال رؤيته لهذا النتائج اللي طلعها. هذا الكلام كله موجود في الابستراكت بمختصر بشكل مختصر ومناسب، وقلنا هو تقريبا من 150 ل 200 كلمه. الموست ساينتست ريد الابستراكت فيز، طبعا اللي بيقرا الابستراكت اذا وجد انه هو يعني مهم وهو فعلا الابستراكت او البيبر اللي هو بيبحث عنه اللي بيهتم في الجزئيه والبوينت اللي بيبحث عنها وهو مهتم فيها يعني بيستكمل، اذا لقى انه هو في منطقه اخرى بيشوف بيبر ثاني. بيقول لي others especially expert in the field skip right from the title to the visuals because the visuals may in many cases tell the reader what kind of experiments were done and what results were obtained. بيقول لي انه في بعض الناس الخبره، الناس اللي لهم باع طويل في دراسه الساينتفك بيبر والشغل في الابحاث من العنوان بينظر الى العنوان، طبعا العنوان مهم جدا، بينظر للعنوان، من العنوان بيروح على الريزلتس مباشره.
الريزلتس مش كل الريزلتس، هو بطلع على الفيجوالز اللي هو الجداول والصور، النتائج الجداول والصور، يعني النتائج اللي وضعها الاوثرز وخلال من على صور جداول او صور بروح بينظر اليها. الان بيطلع على النتائج، اذا كان لقى النتائج والصور ذو اهتمام بالنسبة له بيرجع بيقرأ اللي هو الميثودولوجي بشكل مفصل حتى يعني يكون عارف بالضبط ايش اللي صار. لكن هذه الطريقة للناس الاكسبرت. اما الطلاب في على وجه التخرج او الطلاب الخريجين الجداد ما بيقدروش على هذه الطريقة، وانما يجب انه يقروا الابستراك ويعملوا سكيمينج للبيبر من البداية وبعدين يمشوا في البيبر بالتدريج. لكن الاكسبرت زي ما حكينا هو عنده القدرة انه مباشرة بعد العنوان يطلع على الفيزيوالز ويشوف الجداول والصور، بيقول لي هنا تيل ذا ريدر وات كاينز اوف اكسبيرمنت وير دان اند وات ريزلتس وير اوبتيند. طبعا من خلال الجداول ومن خلال الصور هو الاكسبرت، الناس الخبراء، ويستطيع ان يعرف ايش الميثود اللي هو تبعها من خلال الفيزوالز اللي هو شافها في الريزلتس. You should probably begin reading a paper by reading the abstract carefully and noting the four kinds of information outlined above. طبعا الـ بالنسبه للناس اللي هم خريجين جداد والناس اللي داخلين على الحقل البحث العلمي الجديد، ويجب ان يقرا الابستراكت كيرفولي ويعرف انه فعلا هو يعني بيبحث عن الموضوع اللي هو مهتم فيه، ويجب انه يطلع على الاشياء على المرافق والمفاصل اللي موجوده في الابستراكت اللي هي ملخصه فيه، اللي هي الميثودولوجي والريزلتس والامور هذه. Then move first to the visuals and then to the rest of the paper. يعني هنا بيقول إنه بالنسبة للمبتدئ ينصح أو بالطريقة الصحيحة لقراءة ال scientific paper اللي هو الطلاب اللي زيكو، إن هو يقرأ الابستراكت بعناية وبعدين هو يطلع على الريزلتس. الاطلاع على الريزلتس بيديله فكرة إيش اللي صار وإيش اللي انعمل، وبعدين بيرجع بيقرأ باقي البيبر. إذا كان هو راح على بعد الأبستراكت راح على الريزلتس، وبعد ما درس الريزلتس بشكل كويس وأخذ فكرة من خلال معرفته السابقة عن طبيعة العمل اللي اشتغله هؤلاء الباحثين، سيجد أنه عندما يقرأ الميثودولوجي أن الأمور أسهل من الأمور ميسرة، وهذه طريقة مجربة وطريقة جيدة أن أنت تروح على الريزلتس بعد الابستراكت، تشوف ايش النتائج، تطلع على الصور، تشوف ايش الجرافز اللي عملها، ثم بعد هيك بترجع الى الميثودولوجيز وبتشوف ايش اللي هو سواه لاستخراج هذه النتائج. خلال عمليه القراءه بقول لي تيك نوتس، درو ميني فيجرز، اذا بلزم ميني فيجرز، define vocabularies، لازم تعرف المصطلحات اللي موجودة إما يعني ماذا تعني. وطبعا هو بينصح إنه الويكيبيديا is a quick reference، دائما يعني الويكيبيديا يعني سريعة ومبسطة وسهلة وهي reference محترم وابروف. فأي vocabulary موجود في الساينتفك بيبر يجب أن يكون أنت تعرفه، ويجب أن يكون أنت تعرف إيش المقصد اللي بيتكلم عنه، وإذا أنت ما عرفتش فهنا الويكيبيديا بتساعدك بشكل كويس. هذا بالنسبة لقراءة الابستراكت ثم الانتقال إلى الريزلتس. الآن بدنا نحكي عن الميثودز. طب إحنا يعني قرينا الابستراكت ولقيناه إنه هو يعني ينتمي إلى الشيء اللي أنا ببحث عنه، بعد ذلك إحنا انتقلنا إلى الريزلتس وطلعنا على النتائج ودرسنا النتائج، والآن لوجدت إن النتائج أنا مهتم فيها فبدي أرجع الآن على الميثودولوجي وأشوف إيش اللي سواه الباحثون في الميثودولوجي. الآن أنا بدي أدرس الميثودولوجي، بقول لي هنا الميثود سيكشن tells the reader what experiments were done to answer the question stated in the introduction. طبعا هو في الانترودكشن في حاجة اسمها problem statement،
واللي هي المشكلة اللي من البيبر بده يحلها، ايش المشكلة في البحث، وبالتالي الميثودولوجي اللي هي الطريقة اللي سلكها الباحث او الباحثون في لإيجاد إجابة على سؤال البحث العلمي، السؤال البحث العلمي اللي هو من اجله أقيم هذا البحث او هذا الساينتفك بيبر. بقول لي methods are often difficult to read. طبعا الميثودز بالغالب هي يمكن أصعب جزئية في scientific paper في القراءة. ليش؟ لأنه طبعا أصعب لمين؟ هي أصعب للgraduate student يعني زيكم، لأنه هي بتتكلم بطريقة technical language ومستوى الديتيلز والتفاصيل كبير كتير يعني دقيقة، بحيث انه هذا يتمكن انه القارئ انه يمكن يعيد التجربة مرة اخرى خلال بحث هو شغال عليه، وبالتالي التفاصيل هنا مهمة جدا في الشق الميثودولوجي، ولازم يكون التفاصيل الى درجة انه يستطيع القارئ انه يعيد التجربة عنده في المختبر على موضوع ثاني معين او على كائن اخر حي اخر. بالتالي احنا هنا بنتكلم عن الميثودولوجي، بنقول انه هي technical language ومفصلة تفصيل دقيق بيبين بيوضح ايش هو ايش اللي اشتغله، والتفصيل هذا والى يعني يمكن القارئ انه هو يستطيع انه يعيد التجربة مرة اخرى. وبالتالي هنا القراءة يعني بتكونش مريحة، بدها تركيز، وبدها تركيز في الأرقام، بدها تركيز في الترتيب الإجراءات والخطوات وما إلى ذلك. However, you can more fully understand the design of the experiment and evaluate their validity by reading the methods section carefully. طبعا الحل هنا النصيحة بقول إنه أنت يجب أن تقرأ الميثودولوجي carefully باهتمام والتركيز، وتطلب الأمر أنت تقرأ كمان مرة مش غلط. المهم إنه أنت تكون فاهم بالضبط الميثودولوجي إيش اللي صار وإيش الخطوات اللي تبعوها وإيش التراكيز اللي استخدموها وما إلى ذلك، وبالتالي هنا بتكون أنت يعني خرجت من قصة الأبستراكت وقصة الريزلتس، خشيت على الميثودز، لأنه الآن أنت قررت إنه فعلا هذا البيبر مهم وجيد إلك وحيضيف إلى معارفك معارف أخرى، وبالتالي أنت مهم جدا تعرف هو كيف الطريقة بالضبط اللي استخدمها وسلكها الباحثون للخروج بالنتائج اللي أنت اطلعت عليها. Take notes and answer these questions. يعني وأنت بتقرأ بدك تأخذ notes وتجاوب على أسئلة. What conclusion do the author draw؟ الآن أنت بعد ما يعني قرأت الميثودز الآن في هنا نصائح، بقول لي what conclusion do the authors draw؟ إيش الاستنتاجات اللي خرج فيها الأوثرز؟ Be sure to separate fact from their opinion or interpretations. وخد بالك إنه أنت الـ يجب أن تفصل ما بين الحقائق العلمية والخلاصة اللي خرجوا فيها هؤلاء الباحثين. يعني إيش الكلام هذا؟ إنه الباحث لما نشتغل تجربة معينة أطلع نتائج، وهو عمال قاعد بيعمل interpretation للنتائج وبيفسر في النتائج، هو تفسيره للنتائج يعني قابل للصح ليكون خطأ وقابل يكون صواب، وبالتالي أنت بدك تفصل ما بين حاجتين، ما بين الinterpretation اللي قام فيها الأوثرز واقتراحاتهم وتفسيراتهم للنتائج، وما بين الحقائق العلمية اللي هي متعارف عليها عالميا، على أساس إنه أنت ما يكونش يعني يجي في بالك إنه ممكن يكون الانتربريتيشن اللي ذكروها هؤلاء الأوثرز إن يكون هي حقيقة علمية، ومش بالضرورة تكون هي حقيقة علمية، هو بحث علمي وهم قالوا إنه هي اللي موجود، وبالتالي مش كل انتربريتيشن أو مش كل رأي علمي مبني على النتائج اللي خرج بها الباحثون في الساينتفك بيبر معناته أصبحت هي حقيقة علمية. لا، هي مش حقيقة علمية، هو بيحكي عن رأيه. لسه لما تصل حقيقة علمية لاجب أن يكون في خطوات وإجماع والعديد العديد من scientific papers اللي لازم تنتشر، والأبحاث العلمية لاجب أن تجرى لإثبات فرضية علمية معينة، لكن مش يعني ما بضرش إن احنا نطلع ونشوف رأيهم، وبالتالي إذا أنا بشغال مع الناس هدول في نفس الموضوع وأنا بشاركوني هم في دولة تانية وبشاركوني
البحث في الاهتمام في نقطة معينة، جيد أن أنا أطلع على عليهم وإيش سووا إيش أرائهم في النتائج اللي طلعوها. بقول لي بعدين describe for yourself why these data are significant. بدك تسأل نفسك السؤال إنه ليش الداتا هذه والمعلومات اللي أنت أخذتها من scientific paper هذه مهمة جدا. هل كانت هي مهمة بالفعل؟ وإذا كانت مهمة هي ليش مهمة إليك؟ فهل هي does it contribute to knowledge or correct errors؟ هل هي يعني أضافت معلومة بالنسبة إليك؟ هي أضافت معلومة إليك أو صححت معلومة؟ هذا سؤال مهم جدا جدا بدك أنت تجاوب عليه بعد قراءتك للscientific paper. بدك تقول إنه هل قراءتك للscientific paper هذه هل أضافت معلومة جديدة إليك أو صلحت معلومة كانت عندك خاطئة؟ وبالتالي أنت هنا يعني هذه الأسئلة إذا أنت يعني جاوبت عليها والملاحظات هذه أنت ذكرتها، معناته أنت تستطيع تقول أنت يعني فهمت وهضمت scientific paper كويس واستفدت من الوقت اللي أنت بذلته والجهد اللي أنت بذلته في قراءة هذا البيبر. بعد السكيمينج بيقول لي distinguish main points. distinguish main points طبعا بدك بعد السكيمينج أنت بدك تحدد النقاط المهمة والنقاط الرئيسية. because article contain articles contain so much information it may be difficult to distinguish the main points of an article from subordinates subordinate points. fortunately there are many indicators of the author's main point. ال main points المقصود فيها يعني النقاط الهامة والمفصلية في البحث العلمي اللي انت بتقراه. وطبعا انت لما بتقرا بحث علمي في 8 صفحات او 5 صفحات او 10 صفحات انت بتتكلم عن كم كبير من المعلومات العلمية، ولكن اللي بيقول لي هنا fortunately there are many indicators of the author's main point. هناك في عبارة عن بوابات تستطيع من خلالها انك انت تتعرف على المين بوينتس اللي الاوثرز مهتم فيها والاوثرز بيركزوا عليها. يعني اذا انت بدل ما تطلع وتقرا كل حرف خلال عمليه قراءتك للبيبر قبل ما تقراها بدك تطلع ايش المين بوينتس اللي الاوثرز، يعني انت بدك تحدد المين بوينتس اللي هم الاوثرز بده يركزوا عليها، انت تطلع على في عندك مفاتيح وابواب لهذه المين بوينتس. اول حاجه التايتل مهم جدا. قراءتك للعنوان التايتل وفهمك لعنوان التايتل بديلك انطباع الاوثرز في ايش مهتمين، هم في ايش مركزين، هذا مهم جدا. قراءتك للابستراكت هذا برضو جيد وبديلك يعني مفتاح ونافذة تطلع من خلالها على المين بوينتس اللي هو الساينتفك الاوثرز اللي كتبوا ساينتفك بيبرز في ايش مهتمين. الكي ووردز مهمة جدا. الفيجوالز اللي هو التابلز والفيجرز جرافز اللي هم الرسم البياني والامور هذه. first sentence or last one الى two sentences of introduction الفقرة الأولى من الانترودكشن وآخر فقرتين من الانترودكشن. هذول احنا طبعا ذكرنا الكلام هذا احنا قبل هيك، لكن نحب نركز وبنعيد بنقول انه هذول المين بوينتس بتلاقيها موجودة في هذه النقاط الخمسة اللي موجودة في scientific papers. هذه النقاط الخمسة اذا انت هذا طبعا لا يعني انه انت ما تقراش scientific papers، هذا يعني الشيء واحد انه هو من خلال الخمس بنود اللي موجوده امامنا هو بقول لك ايش المين بوينتس. يعني انا لما بدي اقرا الساينتفك بيبر وانتهيت من قراءته، طيب انا بدي اعرف ايش المين بوينتس اللي هم مركزين عليها. المين بوينتس هي اللي هو اللي موجوده امامنا، ومن خلال البنود اللي موجوده امامي بستطيع ان اجد المين بوينتس في بطون هذه البنود اللي امامنا. طيب هنا features of results and discussion. بعد ما انا قرأت الميثودولوجي وتعرفنا على صفاتها وهي انه هي لغتها تقنية وهي تحتوي على مستوى من التفصيل بحيث انه القارئ يعني يستطيع انه يعيد التجربة ويشتغل شغله الخاص فيه. بعد هيك نيجي للresults والdiscussion. بكل results section contain results statements of what was found and a reference to the data shown in visuals. normal authors do not include information that would need to be referenced such as comparison or other. وهذا طبعا بيكون موجودة في الـ discussion. هو بيقول لي هنا انه الـ results بيحتوي على نتائج،
هي نتائج، وسواء كانت النتائج هذه إما جرافز أو صور أو جداول أو أي أشياء أو خلال جمل معينة، يعني هو بيظهرها أو بكتبها في النتائج. فهذه الريزلتس بتكون اللي بيحتوي على النتائج اللي خرج بيها من خلال شغله في الميثودولوجي. فقره الريزلتس نادر بتكون محتويه على ريفرنس وريفرنسز. ليش؟ لانه طب منطقي، لانه هو المطلوب منه انه يضع في جزئيه الريزلتس النتائج اللي هو ظهرت معاه هو، وبالتالي ما فيش هنا نتائج امكانيه لوضع نتائج ظهرت مع ناس تانيين في اللي هي جزئيه الريزلتس. وبالتالي من النادر ان احنا نجد انه الريزلتس تحتوي على ريفرنسز، لانه هذه الريزلتس خاصه فيك انت، اللي هي الثمره اللي انت جنيتها من خلال الميثودولوجي اللي انت اشتغلته. طيب تفسير الريزلتس ورؤيتك للريزلتس، وايش رايك انت في الريزلتس اللي موجوده، وايش علاقه الريزلتس تبعتك بالريزلتس لناس اشتغلوا في ابحاث مشابهه، هذا بكون كله بيتم مناقشته في الدسكشن. والدسكشن هذه بتناول الاوثرز الريزلتس تبعتهم من خلال هو ايش شايفين، الفيجن تبعتهم، رؤيتهم للنتائج، مقارنتهم نتائجهم بنتائج الناس الثانيه، وبالتالي كل ما يجول بخاطرهم، كل التفسيرات اللي بتنبني على نتائجهم كلها بذكروها هذه في الدسكشن. بقول الدسكشن also functions to provide a clear answer to the question posted in the introduction. طبعا ما ننساش السؤال اللي هو البروبلم ستيتمنت، ما ننساش السؤال اللي تم ذكره في اخر الانترودكشن، وهو اللي هو السؤال اللي بدور عليه محل البحث العلمي اللي اجريناه في الساينتفك بيبر هذه. وبالتالي يجب في الدسكشن مناقشه هذا السؤال والاجابه عليه. هو طبعا ممكن يكون الاجابه كامله ويدين اجاب قاطع، او اجابه ناقصه ويقول انه انا جاوبت على جزئيه من الجواب، وبالتالي يجب ان يتم استكمال البحث العلمي اجابه عن باقي التفاصيل. المهم في الدسكشن يجب ان يتطرق الى السؤال الذي ذكر في اخر الدسكشن، وهو اللي هو بروبلم ستيتمنت للبحث العلمي اللي تم اجراؤه. الان بقول لي هنا باراجراف ليفل وورد اور فريزز تو لوك فور. طيب احنا وصلنا لدسكشن، بعد الدسكشن في الاكنولجمنت، وبعدين اللي هو الريفرنس. خلال عمليه القراءه في بعض الكلمات يجب انك انت تاخذ بالك منها وما تمرش عنها مرور الكرام. ليش؟ لانه بعد هذه الكلمات بيكون في حاجه مهمه ذكرت، يعني هي كلمات ليس كباقي الكلمات، هي لما بتيجي تذكر بتكون في عنا ايه، في عنا معلومه مهمه جايه وراها، وبالتالي بدك تقف عندها وبالكده بالقلم الفوسفور تعلم عليها، حتى انه انت يعني تكون تهتم فيما ياتي بعدها من كلام، لانه مهم جدا. زي مثلا هذه الكلمات، مثلا بتلاقي سربرايزنج، باندهاش، وبالتالي انت لما تيجي تقرا بقول الكتاب بيقولوا والله احنا بشكل مدهش وجدنا. بدك تنتبه ان هذا بشكل مدهش، يعني هم اندهشوا لشيء اما اكيد بالشيء تافه، وبالتالي انت بدك تركز هنا انه هو لما قال سربرايزنج معناته هو الشغله كانت مفاجئه وكانت الدهشه، وكان الاشي يعني بيستاهل ان احنا ننتبه. يبقى انت بدك تشوف ايش الكلام اللي تم ذكره بعد هيك. بعض الكلمات unexpected، بشكل غير متوقع، وهذه مهمه جدا. الان لما هما بكتبوا وخلال السياق يقولوا لك والله احنا بشكل غير متوقع لقينا، انت بدك تشوف هما ايش لقوا، تهتم في القراءه. وبالتالي ليش؟ لان هذه الكلمات بتدل على انه هم تفاجؤوا بمعلومه هم ما كانوش حاسبين حسابها، وبالتالي انت لازم تهتم في الكلام هذا. منها in contrast with the previous work، هذه مهمه، يعني هنا بقول لك انه بيقارن دراسته بدراسات سابقه له او لغيره، بقول لك in contrast، بخلاف الدراسات السابقه، يبقى معناته في شيء جديد عنده انت بدك تهتم. ولما بقول in contrast with the previous work معناته هو في عنده شيء مختلف وجديد عن الدراسات السابقه، معناته هذا جدير بالاطلاع. has seldom been addressed،
نادر ما يكون حدا تطرق لهذا الموضوع. هاي الجملة معناتها، وبالتالي أنت معناته هو تطرق لشيء نادر لم يتطرق إليه، أو من النادر ما تطرق إلى هذا الأمر. فهذه الجملة برضو نهتم فيها. We hypothesize that، إحنا نفترض أنه كذا كذا كذا، وبالتالي هذه الجملة يعني الكلمة أو الكلمات إحنا يعني لما نشوفها برضو نهتم فيما يأتي بعدها. We propose، إحنا نفترض. We introduce، إحنا قدمنا ونقدم معلومة بيقول كذا كذا. We develop، إحنا طورنا. The data suggest، الداتا اللي طلعت معنا بتخمن أو بتقول كذا كذا. هذه الكلمات يعني غالبا ما يأتي بعدها هو بيكون يعني معلومات مفصلية ومهمة جدا في scientific paper، فيجب أن أنت يعني تقف عندها، او مش بضروره يعني يكون بس محصوره في البنود اللي احنا ذكرناها، ممكن يكون في لفظ يعني اخر يعني يشير الى نفس المعنى. وبالتالي انت بدك تهتم عند الكلمات هذه المفصليه وتشوف ايش هم الايش الجمل اللي بعديها، لانه بالتاكيد هي جمل مهمه. النمره 3 generate questions and be aware of your understanding. بعد ما بتقرأ الـ scientific paper يجب أن يجب عليك أنه أنت يعني تطلع أسئلة. الأسئلة هذه نابعة من خلال أنت كنت من البداية إيش بدك، وبدك تتأكد أنك أنت فعلا قرأت وفهمت إيش الـ paper بتقول. بقول لي reading is an active task، طبعا القراءة scientific paper هي عملية يعني active. إيش يعني أكتف؟ يعني هي مش قراءة بسف يعني مسترسل، أنت ما بتقرأش قصة، أنت بتقرأ قراءة أكتف يعني فيها أخذ وعطى، فيها تفاعل، فيها أخذ تسجيل بيانات، فيها تسجيل أسئلة، فيها رسم جرافز إذا طلب الأمر. وبالتالي الموضوع هنا عملية تفاعلية وعملية نشيطة ومستهلكة للطاقة. وبالتالي هنا بيقول before and during your reading ask yourself these questions، خلال عملية القراءة أو قبل القراءة أو بعد القراءة أنت بدك تسأل نفسك أسئلة. الأسئلة هذه يجب أن يكون تجاوب عليها إما خلال عملية القراءة أو بعد القراءة. Who are these authors؟ مين هم الأوثرز؟ طبعا هذه مهمة جدا. ليش؟ لأنه معرفتك بالأوثرز تدي لك انطباع عن المصداقية. في بعض الأوثرز هم ملوك في البحث العلمي، وبالتالي لما هو بينشر بحث علمي معين هو بيكون ذو مصداقية. وخد بالك مش كل بحث علمي بيتم نشره هو بيكون صادق. في بحث أبحاث علمية كاذبة، في أبحاث علمية مخادعة. وبالتالي أنت يجب أن يكون لديك أسماء يعني كبيرة ولامعة ومعروفة أنت جيد تكون مطلع عليها. فبالتالي المستوى الأوثرز هو بحدد مستوى scientific paper اللي أنت تقرأها. فيجب أن تكون عارف who are those authors، what journal is this. كمان الجورنالز اللي بتنشر البحث العلمي مش كلها نفس المستوى. زي الجامعات بتلاقي في جامعات مستواها عالي، في جامعات مستواها متدني، في جامعات مستوى متقدم على العالم، بتلاقي الطلاب والبحث العلمي عنده متقدم جدا، في جامعات متأخرة جدا. كذلك الجورنالز، الجورنالز اللي بتم نشر من خلالها الأبحاث العلمية برضو نفس الشيء، الجيرنز مستويات. وبالتالي انت لازم يجب ان يكون انت عارف ايش يعني المستوى الجيرنال اللي انت بتقرأ من خلاله. واحنا قدام في المحاضرة الجاية حنفهمك يعني كيف انه احنا نميز ونحدد مستوى الجيرنال اللي احنا بدنا ناخد منه الساينتفك بيضا. بعد هيك بدنا نذكر اللي هو المصداقية للشغل. احنا يعني بدك تطلع على الساينتفك بيبر وتشوف انه هل تم اجراء البيبر البحث العلمي بطريقة علمية صحيحة، هل تم اجراءها بطريقة علمية صادقة، والعينات كانت كفاية، والشغل كان علمي. هل انت بقول لي might I question the credibility of the work، يعني ممكن هل انا ممكن يعني اسال عن مصداقيه الشغل واشوف افحص انه هل تم الشغل بطريقه علميه سليمه ولا كان يعني بطريقه متدنيه. Have I taken the time to understand all the terminology، هل انا اخذت وقتي في فهم كل الترمينولوجي الموجوده المصطلحات.
Have I gone back to read an article or review that would help me understand this work better؟ أحياناً إنه أحياناً أنت لما بدك تقرأ بحث علمي أو scientific paper أحياناً بتضطر إنك أنت تروح تقرأ scientific paper آخر عشان تفهم scientific paper هذا. أحياناً بتضطر إنك أنت تروح تفتح يعني على مواقع إنترنت علمية عشان أنت تفهم scientific paper، وهذا مش غلط وصارت كتير يعني مع العديد من الناس، وأنا شخصياً كانت تصير معي كتير إنه لما عشان أنا أفهم جزئية من scientific paper كنت أروح أدور على scientific paper آخر وأقرأ، وبالتالي هذا يعني ممكن يحدث ويصير ومش غلط. Am I spending too much time reading the less important part of this article؟ هل أنا أمضيت وقت طويل أكثر من اللازم في قراءة الأشياء الغير مهمة في هذا الأرتيكل؟ Is there someone I can talk to about confusing parts of this article؟ في أشياء في البيبر اللي أنا قرأته confusing يعني مش واضحة إلي، مخططاني، هل أنا يعني تواصلت مع ناس عشان أنا يعني أفهمها؟ وبالتالي مش غلط يعني إنه إحنا نتواصل مع ناس خبرتهم في المجال واسعة وزملاء أو مسؤولين وبالتالي في البحث العلمي، وبالتالي يعني اتصالك معهم بيحل المسائل اللي هي ملخبطاك أو مش فاهمها. هذه أسئلة مشروعة يعني تستطيع إنه القارئ الجامل إنه هو يسألها لنفسه حتى يحاكم نفسه ويحاكم الساينتفك بيبر اللي هو بيدرس فيه، اللي هو اطلاع على الأوثرز كيف وضعهم المجلة نفسها، المصداقية الشغل، اللي هو يحاكم نفسه إنه هل أنا فاهم الترمينولوجي، هل أنا قضيت وقت لدراسة أشياء مش مهمة، هل أنا في عندي شغلات confused مش فاهمها، وطبعا من الحاجات مش فاهمها هل أنا تواصلت مع الناس عشان أفهمها. هذه الأشياء يعني أنت لا تأخذ بالك منها عشان تكون فاهم scientific paper صح. هنا draw inferences اللي هو الاستدلالات، بقول لي not everything that you learn from the article is stated explicitly، مش كل حاجة أنت بتقرأها في المجلة في الـ scientific paper بيكون موجود بشكل سلس وواضح إلك. ليش؟ لأن احنا قلنا الـ scientific paper هي مش textbook. التكستبوك هو بفسر لك كل كلمة تفسير واضح وجلي، لأنه هذا هو المطلوب من التكستبوك. لكن في scientific paper مش كل حاجة بتكون موجودة هي مطروحة إلك بشكل واضح. فلذلك as you read rely on your prior knowledge، عشان كده انت لما بدك تقرأ scientific paper لازم تكون معتمد على معارفك السابقة وخبراتك السابقة في فهم اللي هو scientific paper، وهذا طبعا درجة راقية أرقى من قراءة اللي هو textbook زي ما حكينا. as well as the background provided in the article to draw inferences from the material، وهذا بيجعل منك انك انت تستطيع ان انت تضع استدلالات اللي انت اقتبستها من خلال قراءتك للساينتفك بيبر. بيقول لي research has shown that readers who actively draw inferences are better able to understand and record information. الناس اللي يعني عملوا ابحاث لقوا انه القارئين للساينتفك بيبرز اذا كان قرأوا وكتبوا استدلالاتهم واستنتاجاتهم لهذا البيبر بعد ما قرأوه هم معناته قادرين على ان هم يكونوا على فهم اوسع لهذا scientific paper، ويستطيعوا انه هو اسهل من غيرهم واسرع من غيرهم انه يعملوا recall the information، يستذكروا المعلومات اللي هم درسوها في هذا المجال. انت بتعتقد انه خلال عملية قراءتك للبيبرز انه انت تفاصيل حتتذكرها مش مشكلة، لكن الواقع بقول انه التفاصيل اللي انت متخيل انك انت حتضلك ذكرها انه انت تضلها في دماغك، لا هي حتتطاير وحتنساها، وبالتالي حتضطر ترجع تقرأ كمان مرة وتضيع وقت كمان مرة في قراءة البيبرز. عشان هيك اخذك للنوتس مهم جدا. develop a template for recording notes on article you read as you accumulate large collection of articles. this template will help you distinguish articles and quickly locate the correct reference for your own writing. هذه معلومة مهمة جدا. الآن إحنا لما أنت بتكون طالب مثلا ماجستير أو طالب دكتوراه أو إنه أنت بتشتغل في بحث علمي،
انت بتقرا ما بتقراش ساينتفك بيبر واحد، انت ممكن تقرا ساينتفك بيبر واحد واثنين وثلاثه واربعه لما انت بتكون في موضوع بحث علمي مشغلك وانت بدك تشتغل عليه، انت ممكن تقرا العديد بل العشرات من الساينتفك بيبر. طيب انا لما بدي اقرا ساينتفك العشرات الساينتفك بيبرز هذول، طب انا كيف بدي ارتب المعلومات؟ كيف انا بدي ارتب حالي وكيف انا بدي اجدول المعلومات هذه؟ اذا انت بدك تعتمد على ذاكرتك معناته انت يعني حتضيع وقت كتير وحتفلت منك يعني معلومات كتير مهمه، وحتضطر كل مره تسترجع وتعيد نفس الوقت في قراءه البيبر هذا. نقفل عند هذه الشريحه ونستكمل ان شاء الله المحاضره الفتره الجايه.